يستضيف معنا في هذا المكان الأخ عيسى الفيفي، حياك الله أخي. نعم. وهناك من القبائل من هو على الحدود. نعم. يقوم بمهمة أكبر من الشخص اللي داخل الجبل، من التضحية والانتماء للبلد ما يدفعهم إلى توحيد نفسهم. ما عندهم يا رب العالمين يا قدوس إنك تبطل من وانا بحيله، باح الصبر لو هو من سنين محبوس واللي جاهل في بطشنا عفتيله. في الليل المشللين في الليل ولا في النهار؟ في الليل. لا في النهار ما لكن ما يصلنا أي حاجة، عندنا جيش قدام مع الملك الله يحفظه، جيش ابن سعود تردع في المعتدي، شافوا إن في ضعف المهر هذا ما يعني. كان الأولين ما عندهم ولا شيء، قوتنا